إذن السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من سلسلة حلقات أخ جلال سميدة أسير السابق بسجون البوليزاريو والجزائر. إذن مجموعة من المشاهدين الكرام سي جلال كيسولوا بغيو يعرفوا حالات ديال التعذيب وديال أسرى مغاربة اللي تكرفسوا عليهم إذا كان ممكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم جلال سميدة دائما يحييكم. الأسير المغربي، الجندي المغربي اللي كان أسير بتندوف دائما يحييكم. واليوم نظرا لبعض الأصدقاء ديالي وبعض المغاربة داخل الوطن اللي خارج الوطن، لا لا بعض كاين الناس عيطوا لي في التليفون قالوا لي غتكلمنا على الطيار المحجوب المعطاوي اللي مات عندكم في تندوف. اش من طريقه كيفاش دار اللي مات؟ يعني بزاف ديال الناس عيطوا لي في الهاتف وطلبوني وقالوا لي، قلت لهم اودي هذيك الاخر هذه القصه يعني عشتها، انا عشتها معاه لخاطر كنت قريب معاه في الزنزانه. قصه مؤلمه. ماشي غير مؤلمه، راه تقطع الداخل، تقطع الداخل في القلب. فعلا هذه حاله مؤلمه واقعيه، وكتنتظر منكم انكم تبارطاجيو هذه الحلقات وتشاركوا في القناه وديروا جيم وتدعموا هذه الحلقات باش توصل الحقيقه للعالم. الله يخليكم ما تخونوش القضيه. يعني طيار مغربي اسير سجين عند بوليزاريو، صديق ديالي، طيار اجيدون شاف، غراد اجيدون شاف، محجوب المعطاوي والجديده، الله يرحمه برحمه الله. الله يرحمه. هذا المحجوب المعطاوي ولد مدينه جديده بالمغرب، كان معايا اسير وكان يفرقني ما بيني في الاسر حيط اللي كيفرقني ما بين الزنزانه ديالي وديالو. واحد النهار كان صايم في السجن وصايم، لكن داكشي اللي جاه في الليل ما نعرف شنو الخشوع ديالو، بات ما صبح، جوج الليل قام بالعمليه الفرار، خرج من السجن وحده، يعني ما نسق مع حتى شي واحد، ما نسق مع حتى واحد، تقبل الحيط، خرج مع الجوج ديال الليل، مشى. شنو دور الفكره؟ معاه هو طيار، يعني ان بيلوت، تبارك المغاربه راه يعني بالثقافه ديالهم والدراري اللي بيلوت كيكونوا قارين هاد الاخر ديال الجو هذا، خرج في عوض باش غادي يمشي عليه الحال ولا يقبضوه الطريق، ضرب ما بين السجن اللي خرج منه لواحد البلاصه يقولوا لها الهلال. هلال وهي واحد البلاصه كيحطوا فيها المواد الغذائيه اللي كيصيفطوا المنظمات الدوليه في تندوف. ما بين المسافه اللي كاينه ما بين ذاك الهلال والسجن كاينه 9 الكيلومترات. ضرب ديك 9 الكيلومترات جاتو الفكره، لخاطر هو اصلا كان كيخدم معنا في ذاك الهلال، حنا حماله يد عامله، حنا اللي كنهودوا ذاك المواد الغذائيه اللي كتجي في الشاحنات، حنا الاسرى اللي كننزلوها من الشاحنات ونحطوها، العباره على واحد البقعه ديال الارض تقريبا واحد 20 كيلومتر كاري، باش نعطي التفصيل ديالها، واحد 20 كيلومتر كاري حاطين فيها دي كونتينير ديال الحديد، مدورينها كامله دي كونتينير ديال الحديد، داروا عباره على فورماسيون ديال كاري بلي كونتينير دونك، والداخل في الوسط كيحطوا هذه المواد الغذائيه، وخلاو جوج بيبان منين يدخلوا الشاحنات، منين تدخل تخوي وتخرج مع الباب الاخرى، ولكن ذاك الجدار غير دي كونتينير ضائر، وكاين دي كونتينير فوق منه كونتينير باش يولي عالي. الوغ وحنا كنخدموا تمايا سنين، وحنا نشتغلوا تمايا في دوك لي كونتينير بالمواد الغذائيه، وهو اصلا كان كيخدم معنا كحمال تمايا في ديك المواد الغذائيه. دونك فاش خرج من السجن قال انايا دابا ربما يقبضوني في الطريق، اش غادي ندير؟ غادي نمشي لذاك الهلال وغادي ندخل لذوك لي كونتينير، وغير الظلام الليل ما كاين لا لي لومب ديال الضو، لا بوطوات نتاع الضو، لا تنغرافات، لا والو، ما كاين والو، يلخلاو القفار. دونك فكر قال ندخل تمايا وغادي يقلبوا، مني غادي يفيقوا بيا بالله راني هربت، غادي يقلبوا يومين ثلاث ايام اربع ايام تيقطعوا الياس، وعاد نكمل الفرار ديالي بطريقه سهله ونمشي مرتاح. الله يرحمه. داكشي اللي دار، مشى ضرب ديك 9 كيلومتر
مشى لذاك الهلال غير لي كونتينير، ادخل في وسط دوك لي كونتينير، حل الباب ديال واحد الكونتينير عامر بالعدس، الخناشي ديال العدس من القنت حتى للقنت، داك الكونتينير عامر غير بالشكاير ديال العدس. حل الباب ديال واحد دوك الكونتينير ودخل، وشنو دار؟ طلع فوق دوك الخناشي وبغى يندس، يعني حل الباب وطلع فوق دوك الخناشي ومشى للقنت ديال الكونتينير، وبقى كيتضارب مع الخناشي ديال 50 كيلو باش يدير بلاصتو. عنده قرعه ديال الماء، 5 لتر ديال الماء اللي عنده، ما عنده لا ماكله لا والو، عنده قرعه ديال الماء، وبقى كيحفر كيهز غير الخناشي خاطر هو اصلا كان يخدم معنا تما حتى دار بلاصتو. الله يخليكم، ما تخونوش القضيه، هاد الاسرى عانوا الكثير، وانتم نطلب منكم غير تبركوا على بعض الاضرار، ما تخونوش القضيه. في الكونتي ما بين الخناشي دار بليصه ديالو ما بين الحديد والخناشي ديال العدس، والخناشي ديال العدس مضروبين من الارض حتى للسقف، باش قال ربما يجيو يقلبوا، راك عارف بنادم في حاله فرار، قال دخل راسو ربما يجيو يقلبوا حتى لي كونتي، يحل الكونتينير تلقى الكونتينير مضروب بالخناشي حتى للباب حتى للسقف. هنا مسكين فاش دار بلاصتو ما بين الحديد والخناشي ديال السكاير ديال العدس، جات شي وقيته يطيح عليه صف ديال دوك الخناشي، والصف شحال كتكون فيه من خمسه؟ 15 الخمسه، وحده فوق وحده ديال 50 كيلو ديال العدس. هنا هو كان ناعس لخاطر كي غادي يلقاو السكيليت نتاعو العظام ديالو غادي يلقاوهم على ظهرو داير هكا، ويديه دايرين هكا، لهاد المرافق دايرين هكا، ناعس يعني مع ناعس طاحوا عليه الخناشي. تما بقى تخنق مات، تما مات. ارانا نرجعوا للبوليزاريو في وسط الحبس، كيقلبوا في وسط الحبس. واحد الوقيته كان واحد قائد الحراسه سميتو مع العينين، حنا كنا مسميينه في تسعينو، السجن ديال تسعينو كنا مسميينه فريفرا، وكان الممرض معانا في هذا الحبس. هذا هو ذاك، هو هذا الممرض اللي كيقولوا له عليك الرومي، اللي كان مشرف على المرضى، اللي كان كاع المرضى السجناء كان كيتعامل معاهم على انه هو مغربي واخوته مغاربه، وتكلف بهذه قضيه التمريض ديال حنا راه عطانا ربي في السجن، عطانا منحنا ربي ثلاثه ديال الاطباء مغاربه اسرى، وبعض الممرضين اللي كانوا كيساعدوا هاد الاطباء. من بين هاد المساعدين هذا عليك الرومي اللي من المنطقه ديال الرشيديه، راني ديجا هضرت عليه في شي فيديو على العمل اللي كيقوم به في من ناحيه ديال اخوانه المغاربه السجناء. يعني هنا كان معنا هذا الممرض، هذا عليك الرومي، قالوا له عيط لنا على المعطاوي. قال لهم في المعطاوي، ما فين هو المعطاوي؟ راه مريض، هو هذا عليك الرومي عنده واحد المستوصف في وسط الحبس. قال لهم اودي ما راهش عندي هنايا، وفين مشى؟ والله اعلم ما نعرف. قلبوا على المعطاوي ما كاينش، داروا محاضره لاليرت، جزائريين ضباط لاليرت في السماء وفي الارض. علاش؟ بيلوت. هذا شنو قالوا هما بوليزاريو مع الجزائريين؟ قالوا هذا مشى للمغرب وغادي يجيب الطياره هنا، غادي يقصف كل شيء. هذه الفكره اللي بقات كدور عندهم. بيلوت طيار، راه خطر يهرب لك طيار. داروا لاليرت، حاله استنفار، حنا المحابس دخلونا للزنزانات ديالنا كيقلبوا. القصه ديال المعطاوي راه بقات تحدث في لي كونتينير في ذاك الهلال فيه كاين المواد الغذائيه. غادي يقلبوا على هذا، ما كاينش في السجن، غادي يعيطوا للصديق اللي كينعس معاه، الصديق اللي كينعس معاه اللي معاه في الزنزانه، واه ضابط ولد اكادير، نقول سميتو موزون العربي من درجه ملازم اول، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. الرجال الاشاويس الاسرى المغاربه لك اللي داز عليهم هذا، اللي دوزوا عليهم هذا المرتزقه بوليزاريو، عيطوا عليه قالوا له فين مشى صاحبك اللي معك في الزنزانه؟ قال لهم انا ما شفتوش. واش انا ما شفتوش؟
قالوا له انت ارسلته للمغرب باش يجيب طائره مغربيه ويجي يقصفنا كل شيء هنايا. صفت صاحبك قال له ما ودي واش انا غادي انا يا واش انا دانا حاضي غير راسي واش انا ديا انا وصيفت واش انا يا نصيفت انايا الكون صيفت انا نمشي انا وياه انا عندي الكون عندي الفكره ولا عندي في راسي الخبر نمشي انا وياه علاش انايا كاع نبقى هنايا قال لهم ودي قالوا له اجي خرجوه من السجن دخلوها لواحد لاشومبر من السجن برا هنا داروا له الاستنطاق مدة 20 دقيقة صاحبك مشى مشى انت صيفته لا حطوه قعدوه الارض كتفوه داروا له اليدين من اللور من موراه وكتفوه من يديه ورجليه وداروا الكروشي علقوه في الكروشي داروا له التكتيفة ديال الجمل تعلق يعني يديه في ورا ظهره يديه من موراه ورجليه من موراه بقى معلق هو معلق هنا بقاو كيضربوه بمنقوات كاين اللي لقيت انا فاش غادي نخرج فاش غادي يعيطوا عليا نخرج غادي نسيق داك البيت غادي نلقى جوج منقوات ديال الحديد وبيسطه ديك البيسطه ديال لي روسور ديال لي زوندروبير بقاو كيضربوه داك مع كيمشي ويجي الحبل تقطع اللي كان معلق تقطع فاش تقطع تزدح مع الارض ولاو سرحوه مع الراجل كان فيه تقريبا الطول ديالو 180 في الطول ديالو داك الموزون كان داك الولد هذاك داك الاسير كان اللياقه ديالو البدنيه 180 شنو داروا له قبضوه من الرجلين بجوج وضربوه مزيان بالسلك وهزوا السلك وعلقوه في الكروشي وبقى راسو مدلي وهنا احنا قلنا ربما العقوبه غادي يضربوه وكذا وكذا لكن غادي يبقاو يضربوه للدماغ للراس غادي يبقاو يضربوه فواحد اللقطه غادي يطرطق الراس ديالو غادي يطرطق غادي الدم ديالو غادي يضرب في الحيط ديال داك السيلون وغادي يتفرع من الراس ديالو غادي يبقى الدم غادي يبقى يخرج له من العينين ويخرج له من الودنين ويخرج له مبوع من الفم والراس ديالو طرطق هنا وقايد الحراسة ركب على باب ديال الحبس قال يشوف نحن المحبس راه حنا كنستناو خونا باش يدخلوه انت طلع جاي واحد ارواح ارواح قال واش انا غادي يقتلوني قالوا لي ارواح انت اش طلع خرج قلت انا صافي تانا صافي مشيت فيها فاش غادي يدخلوني قالوا لي كب الماء ها الشطابه الماء سيقه هنا غادي نلقى خويا خويا الاسير المغربي معلق ومطرطق بالدم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله فاش غادي نلقى داك خويا مطرطق بالدم كيسيل لا اله الاخوان واش نقول لكم واحد اللقطه بشعه جدا ديال هاد القتله هادو كبيره ملي كنتفكروا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملي كنتفكر هذا خويا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمك موزو العربي الله يرحمك برحمة الله تفكرناك في هذا اليوم اللي كندير هاد الشهادة حي عليك راك في القبر الله يرحمك والله يرحم كاع الأسرى اللي ماتوا في تيندوف الله يرحمهم ويوسع عليهم ويغفر لهم يا رب بقيت كنكب الماء وكنسيق شبه على انه بحال الا ذبحت حولي وكتسيق ذاك الدم ديالو باش ما يتكبدش عليهم صافي راه ميت فارق الحياه طرطقوه صافي طرطقوه يعني هاد الشيء راه شتو بعينيك شتو بعيني هذا عشتو وشتو بعيني يعني سيقت بكذا انا بقيت كنسيق الدم ديالو وكنكب الماء وحاضي راسي ربما حتى انا يكملوا عليا ولاده في ساعة ويضربوني يا قلت ارجع يلا دخل يعني غير في ديك السيقه وداك الشيء اللي شفت فهمت الطريقه ديال التعذيب اللي مارسو مازال في المانجو كتعرف انه كان العصر. انا مازال دابا كنت خايل هذاك الراجل وكنت خايل فاش لقيتو كيمشي ويجي معلق وكيمشي ويجي
والدم ديالو والراس ديالو مطرطق. ملي كنتو برا كنت كتسمع الغوات ديالو؟ لا والو والو، ما تسمع لا غوات لا والو، لخاطر دايرينو بيت عبارة على سيلون كبير شوية وفيه لي كروشي تما. فاش داروا له هذا محاولة الزرع هذه بالزرع داروا له محاولة اغتيال بهالطريقة هذه انتقاما للمعطاوي. هما ضمنوا في راسهم المعطاوي بشارة في المغرب. مهم صافي، خونا هذا توفى قتلوه، غادي نديروه في كاشة وغادي ندفنوه ما في السجن برا مقبرة. دروك غادي نوري الإخوان المغاربة، نوريكم المقبرة ديال السجناء العسكريين المغاربة اللي دافعوا على الوحدة الترابية المغربية وسقاو الوحدة الترابية المغربية بالدماء ديالهم في وسط الصحراء المغربية وفي تندوف. إخواني المغاربة، باش تعرفوا المعاناة اللي عانيناها مع هاد ولاد الحرام، المعاناة اللي عانيناها مع كبرانات فرنسا، المعاناة اللي عانيناها مع النظام الجزائري. هاد المعاناة كاملة راه ما عمرنا تنسى، راه حنا كنحكيوها لولادنا وكنحكيوها للشعب المغربي وكنحكيوها للجنود المغاربة، المعاناة اللي عانيناها. انا دفننا هذا الاخ ديالنا. اسمحوا لكم باش ندفنوه؟ طبعا طبعا، لخاطر ما هذا ما عنده واش غادي يديروا بيه. صافي تخلصوا من الجثة. تخلصوا من الجثة، دفناه. عيطوا على هذا عليك الرومي، هذا الممرض هذا حتى هو زاد مسكين مرض كاع. هذا عليك الرومي زاد منين شاف خوه هكا مطرطق وغادي، لخاطر هو ممرض، هو اللي غادي يرو ليه، غادي يرو ليه كشة. وهذا عليك الرومي كيرو ليه وكيبكي كيبكي كيقول يا خويا موزون شحال عشت معانا في الحبس، ها انت دابا غادرتنا الى دار البقاء الى دار الاخيره. لا اله الا الله محمد رسول الله. رولا هذا عليك الرومي رولا في كاشة، وحنا كنبكيو. سالوا منه دفناه، انا نذكر دفناه ما بين تقريبا ديك الوقيته، واخا ما عندناش الوقت ما عندناش الساعه، ولكن كان ما بين العشاء هكا 8 9 ديال الليل 9 ونص ديال الليل دفناه. وكان القائد ديال داك السجن هو واحد المجلخ يقولوا له محمد ود المولودي، هذا من المرتزقه. الفم ديالو مبرص. انا كنت ملي كنشوف داك ود المولودي صراحه نتاع الله كنت حاضي راسي منه مزيان، خاطر هو مدير السجن، حتى هو كريمينير قتال، هو كان دار لي واحد العقوبه، كان صيفطني لواحد السجن بعيد على الرابوني، يعني كعقوبه باش داك السجن فيه غير ينعسوا المحابس في دي كونتينير. كان صيفطني ليه واحد العقوبه 7 شهور وانا معاقب فيه. علاش؟ لخاطر ما بغيتش نشطبلو، ما بغيتش نخدم معاه ككرفي. الكونتينير ديال البلاستيك ولا الحديد؟ نو دي كونتينير الصناديق الحديديه. هنا غادي نرجعوا للقصه ديال خونا المعطاوي. غادي تدوز مده، غادي تفوت مده ديال 6 شهور. 6 شهور بالضبط. اسمح لي اذا قطعتك، غير بالنسبه للمقبره ديال الاسرى المغاربه يمكن عندنا شي صوره؟ نعم عندي صوره. كاينه صوره تذكرت بشي غير باش نديروها. وكاينه صوره غادي نعطيها لك وغادي تشاهدوها. والمرجو منكم والمطلوب منكم اخواني المغاربه، المطلوب منكم الترحم على شهداء الوطن اللي مسقيين الدم ديالهم في الصحراء المغربيه وماتوا في ارض الوطن في وسط الصحراء، وتدعيوا مع الجندي المجهول، قبر الجندي المجهول الله يرحمه بتندوف. المرجو منكم اخواني المغاربه ان تترحموا على الجنود المغاربة الذين كانوا أسرى في تندوف وماتوا في تندوف، ودفناهم وراهم لحد الساعة في تندوف عند الحيط ديال السجون اللي كنا فيها، سجن الرابوني. ونترحموا كذلك على كل شهداء الواجب الوطني. نعم كمل الكلام ديالك. غادي نرجعوا للمرحوم ديال الطيار خونا المعطاوي ولد مدينة الجديدة المغربية. غادي تفوت مدة ديال 6 شهور. واحد النهار حنا كنشتغلوا كنسرجيو المواد الغذائيه باش تفرق توزع في المخيمات. غادي نوصلوا لكونتينير ديال العدس، بقينا كنسرجيو الخناشي ديال مخيم السماره مخيم 9 يونيو، ضربنا النص ديال الكونتينير ديال العدس، قربنا النهايه حتى كنلقاو سكيليت. يمكن وقيلا الريحه ضربتكم في الاول. لا داز 6 شهور.
والباب ديال الكونتينير محلوله، راه محلوله ما محلولاش كاع، محلوله النص لخاطر الخناشي مزيرين الباب ديال الكونتينير ديال العدس ديال المواد الغذائيه. الور فاش حلينا الباب مزيان راه مده 6 شهور راه مع الكوروندير يدور، وهذا حتى كنطيحوا في السكيليت ديال بنادم. سكيليت ماشي جوتا؟ لا سكيليت صافي، سكيليت ديال العظام، سكيليت ديال العظام. الحمى كاين، لا الحمله ولكن سكيليت. ولكن باش غادي نعرفوه خونا هذاك هو المعطاوي، غادي نعرفوه بالسنين ديال الذهب. كان داير الدروس دي بلاتين صفر، كان داير ثلاثه ديال الدروس هنا صفر، خاطر ملي كان معنا في الحبس في السجن اخونا مع سنين هو معنا، عنده ثلاثه منا دايرهم دي بلاتين، وداير وحده منا درسه، كان داير التعمار ديال الدروس صفر مع السكيليت الفم ديالو الجمجمه، كنلقاو السنين ديال لي بلاتين. وتلقاو خونا المعطاوي، عاد عرفنا بلا خونا المعطاوي ما وصلش للمغرب، لخاطر ما جانا حتى خبر عليه. لو كان وصل للمغرب في ديك 6 شهور غادي نسيقولوا الخبر، احنا قلنا ربما يكونوا قتلوه في الطريق، ربما يكون كلاوه الضبوعه في الطريق ما وصلش للمغرب، لكن حتى لقيناه الحمد لله. بعد بين لقيناه وهزينا العظام ديالو، وهذا حتى هو جبنا دوك العظام ديالو وهذا، ودفناهم حتى هما لحد الساعه راه، وتكلف بهذه المهمه اللي دائما كان البطل ديالنا هو هذا الممرض عليك الرومي، اللي كان كيتكلف بهذه المهام هذه على انه ممرض ديال الاسرى مع الطبيب، كان كيشتغل مع الدكتور عز الدين ولد مدينه فاس، حتى هو تحياتي ليه من هذا المنبر هذا اللي راه مازال حي اسير. ضابط دكتور عز الدين ولد فاس اللي كان حتى هو كيقوم بكل ما في وسعه باش يحاول اللي مريض فينا في الحبس يحاول يدير له ديك الاسعافات الاوليه، يحاول يدير له اي حاجه اي طريقه. راه لو كان ما كانوش معنا اطباء وهما سجناء، لو كان بوليزاريو لو كان اخبارنا ما يرجعش، لخاطر باش يداويني انا بوليزاريو ما يداوينيش، ما كاين. انا قلت لك راني في المستشفى ديال الرويضه فاش كنت مازال مبليسي والدم ديالي ومبليسي هنايا والدم ديالي سير، ودخلوني لذاك المستشفى ديال الرويضه، وفاش لقيت الكوبيين التقطاع المنشار خدام في بوليزاريو في المغاربه، راه شكون اللي نقدني انايا؟ نقدني هذا الممرض عليك الرومي هرب بيا بالبياس، هرب بيا كدا. فاش راه كنت شكرته بعدا من قبل في واحد، طبعا كنت شكرته، وعلى خاطر هذاك ما ننساهش انايا، ما ننساهش وما ننساوش المغاربه. هذا كان قابل حتى السجناء اللي حماقوا، السجناء مساكن اللي حمقوهم تما كان مقابلهم هذا الممرض هذا عليك الرومي هذا. انا راه زعما بنادم كاع اللي ساعدني وعاونني، انا راه كان هو اللي هرب بيا بالبايص ديالي وانا مبليسي، فاش غادي يقلبوا عليا في وسط الكوبيين باش يبداو بيا، قال لهم صافي هذا راه درنا له السوار، احنا غسلناه وصافي هذا ابا صافي قديناه. مال راني جيت بلايد، كون جيت غير بوحده ماذا؟ الخير عمرو تنسى، اي واحد خوك يدير فيك الخير ما كيتنساش. فيك ردوا ولا عدوا؟ طبعا الرجاله غير شنو هو العلاقه الزينه، وكل احتراماتي وتقديري لجميع اسرى الوحده الترابيه المغربيه اللي كنا في تندوف، كنا أستاذ دايرين هاكا كأننا في تكنة عسكرية في المغرب. الكبير كيحترم الصغير قبل ما يحترم الصغير الكبير، والصغير كيحترم الكبير قبل ما يحترم الكبير الصغير. كانت واحد ديسيبلين واحد طاعة فينا بيناتنا اللي دهشنا بها الجزائريين وبوليزاريو، على أنه السجناء كتكون معروفة هذيك العلاقة ديال السجناء في السجون في الدول وكذا، كيكون الرفس وكيكون احنا كعسكريين مغاربه كنحترموا السن ولا الكراد؟ كنحترموا الرتاب ونحترموا اللاج العمر ونحترموا البلد ديالنا المغرب اللي كنا فيه عسكر وصبحنا اسرى. ليكزومبل ديال الجندي المغربي كنا كنعطيوه برا في ملي كنا عندهم في تندوف، حتى كيبقاو جزائريين حتى كيبقاو مندهشين كيفاش هادو اسرى، ما كتشوفهم يدابزوا بيناتهم، ما كتشوفهم يتعاركوا بيناتهم ولا يوقع الرفس بيه. أنا انضباط، ولكن ما ننساش بأن الفضل الكبير كيرجع النقيب نجاب علي اللي كان معنا كابيتان طيار، الكابيتان نجاب علي كل الاحترام والتقدير له،
مازال حي. ومازال حي كاين، او كاين معنا في المغرب في مدينه الرباط، كل احترام وتقدير له ولعائلته. يعني كان هذا الاب الروحي معنا في السجن، وكنا كيف الزمن، يعني هو كان ديما كيوقدنا كيوقدنا. ربما تكون تبان شي حاله في وسط السجناء يبغي عقله يبان، يدور شي حاجه في عقله، هذا الاب الروحي كي كل خطره كيعطينا كيعطينا واحد اتونسيون. عندك رحنا عند الانمي، رحنا عند العدو، اتونسيون. بقاو جنود مغاربه كاننا رحنا في المغرب في شي سكنه عسكريه، الانضباط ونحترموا بيناتنا. قال واه مو كابيتان. بقينا في السجن عاطين ليكزومبل ديال الجنود المغاربه، ولو اسرى ولو سجناء في السجن. احنا ماشي مدنيين باش واحد يحقر واحد ولا واحد يرفس في واحد، نو. كنا عسكر بالقراب ديالنا بالرتب ديالنا، اللي صغير شانو واللي كبير شانو، كانت الاحترام لديسيبلين. بقينا خوت حتى جاب ربي الفرج ودخلنا للمغرب. طبعا الاسر ما كاينفيش عليكم صفه الجندي وما يقتضي ذلك من الوفاء للمغرب وكذلك الاحترام. لا لا، خاطر حنا كان باش وصلنا لتندوف هدف واحد، كلنا جنود مغاربه وطحنا اسرى مغاربه في تندوف عند الجزائريين. الور على من هدف واحد فقط، هو الصحراء المغربيه وشعارنا الله الوطن الملك. هذا ما تيحيدش من الجبهه ديالنا. هذا قبل ما دير والو كتفكر هذه القضيه هذه. الهدف الوحيد المستر الله الوطن الملك، البلاد المغرب، الصحراء المغربيه. دونك حتى واحد فينا ما يحاول يرتكب خطا. مزيان. ارتكبوا خطا مع العدو؟ وي. في التخريب؟ وي. بصح بيناتنا كسجناء مغاربه؟ لا، واحد يرفد واحد، واحد يحن في واحد، واحد يرفد واحد. يكفيك حتى الاكل والله العظيم. والسجناء المغاربه ربما راه كاين غادي يسمعوني، وهذا الى الاكل في البراويط، وكنفضلوا اللي هما كبار مساكن ومرضى هما الاولى يحاولوا يعتقوا شويه عاد حنا نتبعوهم. باش نرجعوا سمحت السي جلال للمعطاوي. نعم. فاش اكتشفتوا بانه المرحوم معطاوي مات. نعم. ولا ستولات، كيفاش كان رد الفعل ديال المرتزقه اللي عذبوا صاحبه؟ نعم. كان كانهم لا شيء، لا قالوا هو هذا المعطاوي، ايه حسوا بالظلم، وما حسوا بالظلم بانه قتلوا بارئ ما داير والو، وتكرفصوا على السجن كامل. كنا 450 واحد في ذاك السجن، تكرفصوا علينا تقريبا 15 يوم وحنا ناكلوا في العصا فارباياس، يعني جميع السيلونات كاملين السجناء كعقاب لخوكم اللي صيفطوه اللي مشى للمغرب. وبقاو بوليزاريو وجزائريين في تندوف في حاله استنفار تقريبا 3 شهور، هما في حاله استنفار كيفكروا يا ربما يقدر يخرج لهم شي اف 5 الاسير اللي كان تما. هو مسكين راه ميت في الكونتينر، ربي يرحمه ان شاء الله. امين. نطلبوا له الرحمه ان شاء الله من عند ربي. جلال، هذه الحالات اللي تكلمت لنا فيها دروس وفيها عبر. نعم. هنا كتبين لنا الانضباط ديال الجندي المغربي. نعم. كتبين الذكاء ديال الجندي المغربي. طبعا. وصفاء السريرة ديال الأسير المغربي وإخلاصه للقيم الوطنية، وكيبان نوع وحجم العذاب اللي عاناه الأسير المغربي في سجون البوليساريو والجزائر، وكتبين كذلك جبروت وغباء مرتزقة البوليساريو والجزائر والرعب اللي كيعيشوه من ناحية الجيش المغربي الأبي اللي كنوجهوا تحية لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية وكاع الناس اللي عندهم الزي الرسمي ومرابطين في أقاليمنا الجنوبية. نعم والله، وأنا كنبلغ التحية ديالي ضروري ومؤكد احتراماتي وتقديري إليكم إخواني الجنود المغاربة، إليكم إخواني الجنود المغاربة المرتبطين في الجدار الامني، وعيدكم مبارك سعيد. واكيد انهم كيكونوا يسمعوا هذه الحلقه ديالك. طبعا طبعا، انا باش نقول لاخواني والله العظيم 7 سنين وانا نقاتل
في وسط الصحراء المغربيه عمري قبضت شي عيد ولا عيدت مع العائله ديالي ابدا. ومن العام للعام من 12 شهر 12 شهر كنجيب 25 يوم ديال البرمسيون باش نجي نشوف العائله ديالي، نضرب التراجي نخرج من اوسرد حتى العيون ومن العيون كازا ومن كازا وجده. شو شحال ديال التراجي كنضرب، ولكن واحد الشجاعه واحد المحبه للبلد ديالي وواحد المحبه للسلاح ديالي، ونضرب 25 يوم ونرجع. ما عمري عيد، ما قبضت لا عيد الصغير ولا عيد الكبير. 7 سنين ديال القتال زيد لها 20 عام وانا اسير في تيندوف، يعني 27 سنه كوكم جندي مغربي. عمري ما عيدت مع العائله ديالي، عمري ما عيدت مع والديا، ومع ذلك المعنويات ديما الفوق ديما مرتفعه كجندي مغربي صنديد. احبكم اخواني الجنود المغاربه المرتبطين في الصحراء والدرك الحربي، وعيدكم مبارك سعيد وابطال اشاويس وتبوردولي مع راسكم. والزينه اللي كاينه اليوم، الحاجه الزينه اللي كاينه اليوم اولاد ميمتي هو تبارك الله كتشوف الضباط ديجون، تبارك الله الشباب ديجون عسكرتا هما قاريين. دابا الجندي البسيط مثقف، كاين تفاهم غير جوج كلمات ثلاثه عسكري متفاهم مع الضابط ديالو ريان افير. ولا انسى المتقاعدين العسكريين، ولا انسى احبكم الى المتقاعدين العسكريين الذين حرروا الصحراء المغربيه والاسرى المغاربه. كل تحية والتقدير لكم، حياكم الله. أخوكم جلال السميدة يحييكم من مدينة وجدة إلى ساعة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.